بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ شو أخباركم جايز؟ إن شاء الله تكون كل أموركم تمام، وإن شاء الله يكون هالصيفي، يعني هو ما بخفيكم إنه هو كتير متعب، بس إن شاء الله أنتوا قدها وتطلعوا منه بأعلى العلامات اللي تسر قلبكم وخاطركم، وتطلعوا فيه وتطلعوا منه بعلم وبعلامة. تمام إن شاء الله. طبعا اليوم نزلت لكم شرح اللي هم chapter 2. طبعا chapter 2 حسب تفريغ فارمسجي، زي ما حكيت لكم هو chapter طويل شوي، بس ان شاء الله كثير كثير ممتع، افكاره ممتعة وسهلة. ومن قبل ذكرت لكم انه هاي المادة بسهولة بتنزل برنج الاي بلس اذا بتتابعوا مع الدكتور اول باول، وامتحاناته كثير سهلات بس بده ممارسة، يعني ممارسة وتحلوا على المادة اكثر حتى تقدروا تنزلوها برنج عالي. طبعا البارت او انه تشابتر 2 يعني تقريبا منقسم لبارتين. البارت الاول بكون يتكلم عن concentration of solution وعن الوحدات المكافئة، يعني كل شيء مرتبط ببعض. اذا ما فهمتوا فكرة ما رح تقدروا تمشوا بالباقي، لازم نكون فاهمين كل الافكار بسلاسة حتى نقدر نمشي بكل شيء. وانا كمان اتبعت بهذا الشابتر، مش زي الشابتر الأول. الشابتر الأول كان هيك شوي أرقام كبيرة وإشي زي هيك، فطريقتي بالشابتر الثاني كان إنه نحل الأسئلة سوا، يعني إنه أنا أعرف كل رقم من وين إجا، مش بس إني أنا أشرح على كلام يكون مكتوب. طبعا زي ما إني نزلت لكم الفيديوهات البارس الأول، قلت لكم كان بتكلم عن وحدات مكافئة، كان بتكلم عن concentration of solution، في بعض الأفكار كانت مرة علينا من قبل وبعضها تعرفنا عليها جديد. البارس الثاني رح يكون بتكلم عن التايتريشن. طبعا أكيد اللي كلنا أخذنا، مثلا كلنا أخذنا لاب كيمياء 103، لاب كيمياء 103 التجربة اللي سويناها اللي كانت تايتريشن، حتى كان في عندي بيوريت، والبيوريت هاد كان في قاعدة قوية اللي هي الان اي او اتش، وبالفلاسك اللي كان موجود عندي اللي هو الكي اتش بي، وكنا ان مثلا نضيف كمية من ايش، نضيف كمية من الان اي او اتش اللي هي موجودة كانت بالسحاحة اللي هي البيوريت على الفلاسك، حتى ايش، حتى وبعدين نحط عندي انديكيتور، فكان يظهر عندي لون، وهذا اللون كان يبلش يجي على مرحل. وكذلك اليوم رح نبدأ بالتايتريشن، والتايتريشن هو أنه أنا أضيف حمض على قاعدة، أو أضيف يعني كمية من الحمض أضيفها على كمية من القاعدة، أو كمية من القاعدة رح أضيفها على كمية من الحمض. وبنعرف كان في عندي نقطتين، اسم النقطتين الموجودات عندي نقطة اسمها اللي هي equivalence point، ونقطة اسمها end point. وحكينا النقطة اللي بتكون اسمها equivalence point يعني تقريبا هي نقطة بتكون قريبة من end point. الاند بوينت نقطة بتنتهي عندها التفاعل وبتغير اللون، لو احط انديكاتور اللي هو الكاشف رح يتغير ايش، رح يتغير اللي هو اللون الموجود معي. تمام تمام. شو كمان ضل، طبعا هاي اللي هي التايتريشن، بس هنا كمان في صار عندي ايش، صار عندي كمان مفهوم تاني اللي هو رح نتناوله، اللي هو كمان يعني بهذا البارت اللي هو الباك تايتريشن. الباك تايتريشن بصير على مرحلتين. طب انا متى بصير في عندي تايتريشن ومتى بصير يكون في عندي باك تايتريشن؟ التايتريشن بصير عندي لما يكون التفاعل سريع. تمام، التفاعل يعني سريع، ما بيحتاج لكاتاليست. الحمض او القاعده اللي انا مستخدمتهم قوايا بتأينوا تأين كامل، يعني بغض النظر انه التفاعل شو بكون، التفاعل بكون سريع. دائما اذا كان التفاعل سريع انا بس بحتاج لتايتريشن، بحتاج لخطوه واحده. بينما اذا كان التفاعل بطيء، او كان في عندي مثلا مجموعه من العوامل المؤثره عليه او كذا زي هيك، انا راح احتاج اني افعله ايش، افعله او انه يتم بخطوتين اللي هو التايتريشن، وهذا اسمه اللي هو الباك تايتريشن. تمام، الباك تايتريشن راح او ايش بفعل اللي هو نسبه. تمام، مثلا من هاي الماده بضل عندي اكسس من ماده، بروح كمان افعل، ارجع افعلها كومبليتلي. تمام تمام. وزي ما حكيت لكم الباك تايتريشن بصير لما يكون ايش، لما يكون التفاعل سلو اللي هو بطيء، يعني اذا كان التفاعل بطيء انا بستخدم الباك تايتريشن. اليوم ان شاء الله رح نبدا بحكينا عن التايتريشن والامثله اللي رح تكون موجودات عليه، يعني هاي ابرز الملخص للتايتريشن، لكن في كمان معلومات، لكن ان شاء الله معلوماته تكون سهله لطيفه هينه عليكم وتقدروا تفهموها على السريع. وزي ما حكيت لكم اي شيء ما بتكونوا فهمانينه بماده الحفظ او انه صعبان عليكم او في عندكم بروبلم فيه، بتقدروا تتواصلوا معي وما تترددوا باي وقت من التواصل معي، وان شاء الله ما بقصر مع اي حدا
فيكم. طبعا زي ما حكيت اللي هو بنبلش بحل افكار للتايتريشن، وبعدين الفيديوز الجاي راح نتكلم فيه عن الباك تايتريشن، وهيك بنكون خلصنا تشابتر 2. طلع لنا تشابتر 3، طبعا تشابتر 3 ماده كثير كثير ممتعه، بتتكلم عن سرعه التفاعل اللي اخذناها بالتوجيه واللي عدناها بكيمياء 103. في بعض المواضيع اللي راح تكون جديده علينا، لكن انها ماده سهله جدا جدا جدا، وهيك بنكون اتممنا ماده الميد كاملة بإذن الله. طبعا قبل ما أبلش بالتايتريشن، أنا كان في عندي إنه في فكرة نسيت أشرح لكم إياها، يعني هو مش فكرة، هي سؤال. طبعا أنا شرحت يعني له حفظ، لكن ما تطرقنا للحل. وفي كمان حكيت لكم فكرة سؤال إنه ممكن نحلها بطريقة البطيئة، اللي هو يعني نطلع كل شيء خطوة بخطوة، وممكن كمان نحلها حتى مثلا أحيانا إذا كنا مزنوقين بوقت بالامتحان وجانا زي هيك سؤال، ممكن هذا السؤال حله ما يأخذ معي نص دقيقة على القانون السريع. فخليني أول إشي قبل ما أروح على التايتريشن نبدأ بحل فكرة السؤال، وأعطيكم الطريقة السريعة للسؤال اللي حكيت لكم عنه، وبعدين إن شاء الله نبلش شرح تايتريشن. تمام تمام. طبعا بنحكي بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. فكرة السؤال اللي هو شو بحكي لي؟ بحكي لي اللي هو calculate the equivalent weight of H2SO4 ومعطيني الكتلة المولية. تذكروا لما شرحت لكم بالنورماليتي وحكيت لكم انه في عندي نورماليتي تساوي number of equivalent على الفوليوم بالليتر، وشرحنا شو الاكوفلنت ويت، حكينا اللي هي سوري number of equivalent حكينا هي عبارة عن ويت على equivalent ويت، ونفس الكتلة بالجرام على الاكوفلنت ويت. وحكيت لكم الاكوفلنت ويت عبارة عن كتلة مولية على قديش، على عدد الرياكتنت او عن number of reactant. هون هذا السؤال طالبني شو؟ طالبني equivalent weight of H2SO4 ومعطيني الكتلة المولية. طبعا انا بدي اياكم تفرقوا بالامتحان لما يجيبوا لكم number of equivalent، تمام؟ او equivalent اذا جاب لكم number of equivalent او equivalent لحالها، اعرفوا انه بدنا نحل على قانون الويت على الاكوفلنت ويت. يعني لازم يكون في عندي اول شيء كتله، وبعدين ايش؟ وبعدين الكتله، تمام؟ وبعدين اللي بكون في عندي الكتله الموليه تقسيم عدد الرياكتنت. لكن اذا جاب لي اللي هو الاكوفلنت ويت بس حكى لي اكوفلنت ويت، بدي اعرف اللي هي راح تكون الكتله الموليه اللي هي المولر ماس على عدد الرياكتنت. تمام تمام. طبعا هنا شو معطيني؟ معطيني بيحكي لي calculate the equivalent weight، بما أنها هي equivalent weight موجودة عندي of H2SO4، ومعطيني إيش؟ ومعطيني اللي هو الكتلة المولية، بحكي لكم 98.08 جرام لكل مول. زي ما حكينا شو قانونها؟ قانون equivalent weight اللي هي الكتلة المولية على إيش؟ الكتلة المولية على عدد إيش؟ على عدد الرياكتنت. هسا هون الكتلة المولية كم؟ الكتلة المولية اللي هو معطيني اياها 98.08، وعدد الرياكتنت قديش؟ زي ما حكيت لكم هذا حمض، الحمض دائما اللي هو عدد H بلس اللي بتكون موجود عندي بالمادة، قديش عندي H بلس اللي هي 2، فهاي اللي هي عدد الكتلة المولية تقسيم عدد الرياكتنت، فبطلع عندي اللي هو 49.4. تمام تمام للاتش 2 اس او 4. وكمان في عندي هون ماده بس هسه بنطرق لها، يعني هون هذا السؤال في له فرعين زي ما حكيت لكم، بس انه الاكوفلنت ويت اللي هو المولر ماس على عدد الرياكتنت، هون طالب من الاتش 2 اس او 4 وهون عندي للاتش 2 اس 2 او 4، ومعطيني نفس الشيء اللي هي الكتله الموليه لهي الاتش 2 اس 2 او 4 اللي هي 90.04. كثير القانون سهل زي ما حكيت لكم، دائما اذا اعطانيها ركزوا ركزوا بالامتحان كثير منيح. بطلب equivalent أو number of equivalent، بنحكي weight على equivalent weight، بكون في عندي اللي هو بكون في عندي اللي هو grams اللي هي تمام، بكون في عندي اللي هو grams على المولر ماس، وهون تقسيم number of reactant. طبعا على الأقل حاسبة حتى ما تخربطوا حالكم، إما بتعملوا اللي هو أول شيء قوس وبعدين اللي هو بتقسموه، وهذا بتحطوه اللي هو بقوس مع بعض، يعني حتى هذا أول شيء ينقسم، هذول ينقسم مع بعض، حتى الآلة الحاسبة ما يأخذ إنه بالبسط اللي بالبسط مقسوم بس على المولر ماس وبعدين قسم، لأن هون رح تطلع الإجابة غلط، فلازم ترتبوا حلكم على الآلة الحاسبة حتى يطلع صح. تمام تمام. ومعطيني المادة الثانية اللي هي إيش؟ اللي هي ال H2S2O4، نفس الشيء كتلتها المولية 90.04، وهون عدد الرياكتنت قديش؟ اللي هي 2، فقول 90.04 تقسيم 2 اللي هي 45.02. تمام تمام ان شاء الله تكونوا كل اموركم تمام بهذا المثال.
طبعاً هذا المثال اللي أخذناه اللي أنا حكيت لكم عليه اللي هو how many milliliter of concentration H2SO4 وكيف لما يكون معطيني 94% وحكيت لكم كيف بنحول ال 94% ومعطيني 100 جرام solution والdensity وزي ما حكيت لكم specific gravity لما يجيبوا لكم إياها هي نفس density بس أحياناً أنه بمسمى ثاني بيحكي الجرام لكل سنتيمتر مكعب are required to prepare 1 liter of 1/10 اللي هي molarity solution والكتلة المولية معطينيها H2SO4 98.1 اللي هي جرام لكل مول. طبعا احنا قلنا اللي هو لما يكون عندي هيك معطيني حجم ويحكي اصلا to prepare معناته هون حجم ثاني ومولارية ثانية وهون طالبني حجم ومن ايش الطول يعني السؤال كله طالبني حجم وكيف بدي اقدر اعرف اللي هو المولارية الاولى من المعطيات الموجودة عندي. اول شيء بروح اكتب طبعا قانون المولارية حكيت لكم يساوي اللي هو عدد المولات على الحجم بالليتر. عدد المولات بروح اجيبه عن طريق اللي هو الكتلة بالجرام على الكتلة المولية طبعا حكيت لكم 94% على 98.1 اللي هي الكتلة على الكتلة المولية وهيك بكون طلعت له عدد المولات هيها زي هيك والفوليوم بالليتر. حكيت لكم انه طبعا على قانون الدنسي تساوي الكثافة تساوي الكتلة على الحجم اللي هي الجرام على الفوليوم بس اللي هو سويت إعادة ترتيب للمعادلة وسويت اللي هو الفوليوم يساوي الجرام على الدنسيتي وطلعت عندي اللي هو الفوليوم بالليتر وبعدين رحت قسمت اللي هو عدد المولات على الحجم بالليتر فطلعت عندي المولارية الثانية وبعدين رجعت على قانون الدليوشن وحكيت اللي هو M1 ضرب V1 تساوي M2 ضرب V2. هسا هون في عندي قانون كثير كثير سهل. القانون الكثير سهل اللي هو ايش اللي هو يعني لحل هيك اسئله البيرسنتج الموجوده عندي يعني شفتوها هاي ال94 بس بتحطوها بتحكوا اللي هو 94% طبعا زي ما عودتكم اللي هو كيف بتكتبوها اللي هو بتكون 9 4 فاصلة تمام ضرب هاي هيك البيرسنتج بتحطوها ضرب الدنسيتي. الدنسيتي قديش موجوده عندي اللي هي 1.831 تمام ضرب 1000 يعني هذا قانون ثابت تقسيم ايش تقسيم يعني هذا وش بتحطوه زي ما حكيت لكم كل اياته بقوس وبعدين بتحطوا قوس ثاني قديش اللي هي المولكيولار ويت. المولكيولار ويت اللي هي تقسيم اللي هي 98.1 تمام تمام وهاي هي الطريقة السهلة اللي احنا ممكن نتبعها على السريع حتى انا احل هيك سؤال بدل ما اني اروح احل بألف خطوة بس يعني حلو تكونوا فاهمين هاي الخطوات بس زي ما حكيتوا كمان في هاي الطريقة السريعة اللي احنا بنقدر ايش احنا بنقدر نطلع عن طريقها اللي هي المولاري بنقدر نطلع عن طريقها اللي هو الفوليوم تمام تمام. خلينا هستعمل نروح على افكار التايتريشن ونبلش فيها اول باول ونحل زي ما حكيت لكم الأسئلة بعد ما طبعا ما أعطيت مقدمة عنها ونحل الأسئلة بشكل منيح حتى ما يصعب علينا ولا إشي تمام. أول إشي بيحكي لي إيش خلينا نحل السؤال بيحكي لي 0.2638 صودا أش سامبل طبعا هاي إيش لما يحكي لنا زي كمان عنده هاي إيش هاي كتلة السامبل كاملة لما يحكي لي إنها سامبل فبدي أعرف إن هاي الكتلة إلها كاملة طبعا هنا بتكون الكتلة بالجرام تمام. بيحكي لي Na2CO3 تمام كتلة السامبل اللي هي Na2CO3 بيحكي لي 106 جرام لكل مول هاي ايش هاي اللي هي الكتلة المولية لل Na2CO3 بيحكي لي analyze by titrating with ايش with the standard solution required شو بيحكي لي required اللي هو 38.27 ملي لتر اوف ايش اوف 0.1288 HCl بيحكي لي what is the ايش معنى هاي الاشاره اللي هي بالمية معناته بده البيوريتي تمام اشاره المية دائما بطلبكم اللي هو البيوريتي طبعا قانون البيوريتي شو هو البيوريتي الويت اوف انالايز على ايش على الويت اوف سامبل ضرب 100% طبعا بدي احكي لكم شغله كمان في عندي هون اشي اسمه انالايت واشي اسمه اللي هو التايترنت هسا التايترنت دائما الاشي الموجود عندي بالسؤال او المادة الموجودة عندي بالسؤال المعروف عندها معلومات المادة المعروف عنها معلومات بسميها تايترنت والمادة المش معروف عنها معلومات شو بسميها بسميها انالايت مادة معروف شو مثلا معروف لها مولارية فوليوم بقدر اطلع لها عدد مولات اسمها تايترنت المادة اللي ما بكون معروف لها اشي شو بسميها بسميها انالايت تمام تمام وزي ما حكيت لكم لما يطلبكم البيوريتي لمادة اللي هي شو يعني البيوريتي يعني اللي هو ويت اللي هي كتلة الانالايت على كتلة السامبل طبعا بالجرام على جرام ويت بير ويت ضرب 100% تمام تمام طبعا تذكروا كيف لما كنا نروح نعمل يعني بحكي لكم انه الكيمياء كلها مترابطه ببعض يعني لازم اكون فاهمه كل شيء بالفيديوهات السابقه حتى انه اجي هون تذكروا لما حكيت لكم انه مثلا احنا بنقدر من هون المولاريه اللي عندي
والفوليوم اطلع مثلا ال HCl اللي هو عدد مولات، وعدد مثلا المولات هاي شو راح اروح اجيب، راح اروح اجيب اللي هي عدد مولات الانلايت، عدد مولات الانلايت جبتها راح اروح اجيب اللي هي كتله ايش، كتله الانلايت اللي هي نفسها كتله Na2CO3، كتله السامبل موجوده عندي ضرب 100%، وبطلع هيك اني بقدر احل السؤال. خلينا هون نيجي نحل السؤال خطوه بخطوه مع بعض حتى تكون كل اموره تمام وتكون كل شيء فهمانينه بطريقه يعني. طبعا خليني اكتب اول شيء معطيات السؤال اللي عندي، اللي هي بحكي لي بحكي لي جرام، هاي معطيني اياها اللي هي ايش، هاي معطيني اياها اللي هي ماس للسامبل. ومعطيني كمان اللي هي الـ Na2CO3 معطيني كتلتها المولية اللي هي 106 جرام لكل مول، بالإضافة إنه معطيني اللي هو الـ HCl اللي هي هاي طلعوا شو معطيني للـ HCl، معطيني للـ HCl مولارية ومعطيني اللي هي الفوليوم. طبعا معطيني المولارية اللي هي 0.1288، ومعطيني كمان إلها اللي هو الحجم اللي هو الفوليوم، معطيني إياه 27 مل. طبعا هون كمان لازم يكون في عندي معادلة موزونة، يعني هو بالامتحان دائما تكون المعادلة موزونة، بس انتوا لازم تتأكدوا كمان منها، لازم تكون في عندي معادلة حتى اطلع ايش، حتى اشوف قديش نسبة لقديش لقديش. طبعا المعادلة كانت موجودة عندي Na2CO3 زائد متفاعلة مع 2 HCl. طبعا المواد الناتجة أنا هذا اللي بهمني اللي هي النسبة بين الـ Na2CO3 والنسبة بين الـ HCl كتير. أول خطوة بدي أروح أعملها، طبعا المطلوب مني قلم أول خطوة اللي هو البيوريتي مجهولة، بروح بكتب هون قانون البيوريتي تساوي اللي هي weight of weight of analyte واللي هو نفسه لأنه هو طالبني البيورتي لل Na2CO3، فهون لازم تكون كتلة ال Na2CO3 وهي نفسها ال analyte على weight للسامبل كامل ضرب 100%. طبعا زي ما احنا ملاحظين هنا وشايفين انه الويت اوف سامبل موجوده عندي، ويت اوف ان اي 2 سي او 3 مش موجوده عندي، فاني انا بدي اروح اجيبها. كيف بدي اروح اجيب كتله لها؟ عن طريق اني لازم اروح اجيب عدد مولاتها والكتله الموليه موجوده عندي، عدد المولات ضرب الكتله الموليه بتطلع عندي الكتله بالجرام. كيف بدي اروح اجيب عدد مولاتها؟ كثير اشي سهل، في عندي هنا معادله بتربط بيناتهم، مجرد ما طلعت عدد مولات ال HCl اللي معطيني عنها كل شيء واللي هي التايترنت اللي حكينا عنها، بنقدر نروح نطلع عدد مولات الانالايت. تمام تمام، فهون اول شيء بحكي ملي مولز اوف HCl تساوي قديش المولارية اللي لها؟ 0.1288 ضرب قديش الفوليوم اللي هو 38.27. ما لازم ننسى انه بنطلعها بالملي مول لانه الحجم عندي بايش؟ الحجم عندي بالليتر، وبتطلع عندي اللي هي 4.93. تمام تمام، اللي هي طبعا ايش اللي هي ملي مول للـ HCl.
بعدين شو بدي أروح أطلع؟ بدي أروح أطلع اللي هو ملي مال للإن إيه 2 CR3 حتى أروح أطلع كتلتها. أول إشي بما أنه عندي اللي هي مادة أعمل معاها اللي هو الراشيو، بقول مولات الـ HCl واللي هي قديش، اللي هي 4 فاصلة، طبعا تذكروا لما حكت لكم انه الماده اللي بدي اياها بحط وين معاملها، بحط معاملها بالبسط، والماده اللي بديش اياها بحط معاملها بالمقام. المعامل الماده اللي بدي اياها معاملها بحطه بالبسط اللي هو 1، والماده اللي ما بدي اياها معاملها بحطه بالمقام اللي هو قديش اللي هو 2، وتساوي طبعا 4.93 اللي هو تقسيم 2 راح تطلع عندي تساوي 2.464 انتبه ملي مول. تمام بعد ما رحت طلعت اللي هو الملي مول لل Na2CO3 راح اروح اجيب اللي هو كتلتها، بحكي اللي هو ماس لل Na2CO3 قديش الماس اللي جبت اللي هو عدد مولاتها، بروح بس اضربها بالكتله الموليه 2.464 ضرب الكتله الموليه قديش، الكتلة المولية كانت اللي هي 106، بقول وتساوي اللي هي 2.61.25 طبعا ملي جرام. هسا ليش ملي جرام؟ احنا ليش بنحكي عنها اللي هو ملي جرام؟ ملي جرام لانه اطلعتها بالملي مول. تمام بعد ما رحت طلعت اللي هو الماس برجع على بيورتي، هي صارت عندي اللي هي ويت اوف ان اي 2 سي او 3، لكن احنا بدنا الكتله بالجرام. فشو بحكي؟ بحكي اللي هو طبعا البيورتي تساوي قديش اللي هي الكتله طبعا بالملي جرام، فبدي احولها اللي هي الجرام بضرب بالاس السالب من اس صغير الى اس، يعني من وحده صغيره الى وحده كبيره، فراح اضرب بالاس السالب فبتطلع اللي هي الويت اوف ان او 2 سي او 3 2.61.25 ضرب عشرة قوة سالب 3. وعلى فكرة ممكن انه انا ما اضرب بالعشرة قوة سالب 3 لانه يعني اسوي اخليها، مش احنا حكينا مرة بالبداية اللي هي الكتلة المولية ممكن احنا نقيسها اللي هو بالجرام لكل مول وبالملي جرام لكل مول، وبما انه انا هنا عندي بالملي جرام فممكن تحت اضلها اللي هي بالملي جرام لكل مول، فخلص ما داعي اني اضربها بالعشرة قوة سالب 3. تمام لانه ليش؟ لانه هون بالملي جرام فرح تكون الكتله الموليه بالملي جرام لكل ملي مول، طبعا هون على وزن السامبل اللي هي 0.2638 ضرب 100% وتساوي طبعا على الاله الحاسبه بتطلع اللي هي 99.03%. تمام يعني انا زي ما حكيت لكم ممكن اني اضرب بالعشرة قوة سالب 3 وممكن اني ما اضرب فيها، واصلا يعني لو ضربت فيها اللهم انا رح تطلع بس يعني هي شغلة ارقام بس، يعني هي شغلة تحريك فواصل رح تكون بس، ولا الاجابة هي نفسها. تمام ان شاء الله تكونوا فهمانين كل شيء حكيته. بالبداية في عندي اللي هي الكتلة بالجرام للسامبل كلها، وعندي هون معطين الـ Na2CO3 106 جرام لكل مول، حكينا الـ HCl هي التايترنت لأنه موجود عندي معلومات، الـ Na2CO3 بده البيورتي إلها، المادة اللي بدنا إلها البيورتي بقول weight of Na2CO3 على weight of sample ضرب 100%، ما عندي إلها كتلة، رحت على الـ HCl طلعت منها اللي هي عدد مولات، وبعد ما طلعت اللي هي عدد المولات سويت اللي هو ratio بين الـ HCl والـ Na2CO3 طلع عندي اللي هو النمبر بالملي مول، رحت اللي هي ضربتها ايش؟ رحت ضربتها بالكتلة المولية للـ Na2CO3 طلع عندي الكتلة بالملي جرام. زي ما حكيت لكم هنا
بما أنه طلع عندي كتلة وأنا بدي ويت، فروحت قسمتها على السامبل. طبعا هون ممكن أضرب 10 قوى سالب 3 أو ممكن ما أضرب، إما اللي هي تكون ميلي جرام على إيش، على هون بالميلي جرام، هون ميلي جرام لكل ميلي مول. وأصلا أنا كنت يعني أنا بالميلي مول، أنا هون أصلا 10 قوى سالب 3 لو إني أنا حولت كان بعمل عليها، بس لأ خلص لأنه أنا هون أصلا خليت من الأصل المول بالميلي ليتر، فهون ما داعي إني أضرب 10 قوى سالب 3. لو حولت اللي هو الفوليوم حولته للليتر بكون في هون داعي اضرب 10 قوة سالب 3، بس لاني انا خليت الفوليوم بالمليليتر، فهون اللي هو ملي جرام، وهون يعني هون ملي جرام، وهون كان عندي اللي هو ملي جرام لكل ملي مول. سوري هون لا 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 هون هذيك شغلة ثانية اللي هي كتلة مولية، بس خلص اللي هي لأنه أنا زي ما حكيت لكم اللي هو خليتها بالملي مول قديش، فعشان هيك ممكن اللي هي أخليها بالملي جرام، وهون بحكي اللي هي على 0.2638 فتطلع عندي 99.03. تمام تمام، خلينا نيجي لفكرة ثانية من حل أفكار الأسئلة ونفهمها مع بعض ونمكنها. هسه هون ها طبعا فكرة السؤال مختلفة شوي صغيرة، لكن طبعا كثير كمان سهلة مش صعبة. شو بيحكي لي؟ بيحكي لي sample of impure salicylic acid. طبعا salicylic acid اللي هو يعني في اتش وحدة، يعني مثلا اللي هو لما يعني كيف مثلا لو انا مثلا ما كنت عارفة شو هو salicylic acid عاد بستبدله باي حمض انه يكون ايش، بس salicylic acid اللي هو حمض بستبدله باي حمض بكون في اتش وحدة. يعني ممكن مثلا استبدله بال HCl لو انا مثلا ما كنت عارفته او ايش زي هيك، لانه هو بس في اتش وحدة. بيحكي لي 138 اللي هي جرام لكل مول، وهي هون هذا الصالسيليك أسيد، وهي اللي هي إيش، وهي الأتش الوحدة اللي فيه. أنا بحكي لكم لو أنه أنا ما كنت عارفة أو مش حاطة لي يا دكتور بالامتحان. بيحكي لي is analyzed by titration with the standard اللي هو 0.5 NaOH solution. يعني هون شو هو معطيني؟ معطيني اللي هو إيش، معطيني اللي هو المولارية للNaOH. بما إنه معطيني مولارية للNaOH فأنا شو راح أحكي؟ راح أحكي أكيد هذا التايترنت وهذا الألنايت. بيحكي لي هنا what mass of sample، هون الإشي المجهول اللي هو إيش، الإشي المجهول اللي هو mass of sample، ما بده purity زي هذي. should be taken if the purity of acid is equal to 5 times اللي هو the mill of NaOH used. أول إشي هنا في معلومة هو معطيني إياها، شو هي؟ بحكي لي إنه purity of acid تساوي إيش؟ تساوي اللي هي 5 volume ال NaOH. يعني هاي المعلومة أنا شفتوها، هاي المعلومة اللي هي ال purity تساوي هي شو بحكي لي؟ بحكي لي if the purity of acid، أنا هاي حكيت ال purity of acid شو تساوي؟ تساوي اللي هي 5 volume ال NaOH. وهي هون شو بعطيني؟ بحكي لي equal to 5 times the milliliter of NaOH. جبت هاي الخمسة حطيتها هون، ال volume اللي هو استنتجته من المل، وحطيت اللي هي الـ NaOH. وبدنا نعرف انه طبعا هون ما في كان عندي معادلة، بس بدنا نعرف انه الـ NaOH رح يتفاعل هو بنسبة اللي هو 1:1 مع ايش، مع السالسليك أسيد. اوكي اوكي، والإشي المجهول عندي اللي هو الماس اوف سامبل. تمام طبعا خلينا نيجي هون ونعرف كيف طلعنا او كيف بدنا نحل فكرة السؤال. طبعا هون شو بيحكي لي؟ بيحكي لي السامبل هي المجهولة، بيحكي لي انه الصالسيليك أسيد بيحكي لي انه كتلته المولية اللي هو 1.38 جرام لكل مول، وايضا كمان ايش، وايضا كمان معطيني اللي هو معطيني ال NaOH، معطيني المولاريه لها اللي هي 5%، وكمان معطيني معلومه بيحكي لي purity of acid تساوي 5 ايش، 5 اضعاف اللي هو حجم ال NaOH. وشو طالبني؟ طالبني weight of sample. للوهلة الاولى بنحكي انه السؤال صعب، بس عن جد جدا جدا السؤال سهل لو نفهم فكرته. اول اشي بما انه معطيني بدي استفيد من هاي المعلومه، معطيني بيور لانه هي هاي اصلا اللي راح تحل لي السؤال، بكتب ايش، بكتب اللي هو
قانون البيوريتي. بيوريتي طبعا اوف ايش؟ بيوريتي اوف سالسليك اسيد. بيوريتي اوف اسيد وش تساوي البيوريتي اوف اسيد؟ شو هي؟ اللي هي الماس لهذا الاسيد الموجود عندي، ماس اوف سالسليك اسيد اسيد على الماس اوف سامبل. طبعا هاي موجوده عندي هيها، وهنا ماس اوف سالسليك اسيد اللي هو راح اقدر اطلعها هسه عن الان اي او اتش، وهسه كيف راح نشوف. وبضل عندي اللي هي ماس اوف سامبل. اول شيء بيوريتي اوف اسيد بحطها اللي هو زي ما هو معطيني اياها اللي هي 5 فوليوم الان اي او اتش. طبعا بما انه هو مشتغل لي بدلاله ال ان اي او اتش، انا راح اشتغل كمان بدلاله ال ان اي او اتش حتى فوليوم ان اي او اتش، لانه اصلا مش معطيني لي فوليوم ان اي او اتش يروحن مع بعض. كيف راح يصير عندي هسه؟ انا مش حكيت لكم انه السالسليك اسيد اللي هو الاسيد، اللي هو السالسليك اسيد بتفاعل بنسبه مع ال ان اي او اتش، بتفاعل بنسبه اللي هو 1 الى 1، فراح تكون عدد مولات السالسليك اسيد يساوي ايش؟ يساوي عدد مولات ال ان ايش؟ ال ان اي او اتش. وكيف احنا راح نروح نجيب اللي هو بما انه ال ان اي او اتش اللي هي التايترنت الموجود عندي، مش انا بدي اروح اول شيء اطلع عدد مولات ال ان اي او اتش وبعدين اللي هو اروح على اسوي ريشيو بين الاسيد وال ان اي او اتش واروح اجيب كتله الاسيد واقول بعدين على كتله السامبل وبعدين اطلع عندي اللي هو كتله السامبل. هسه هون بدي اشتغل بدلاله ال ان اي او اتش، يعني بدي اعتبر ال ان اي او اتش كانها ايش؟ كانها الاسيد. ليش؟ لانه ال ان اي او اتش تساوي الاسيد. كيف يعني مثلا لما اقول مثلا اكس تساوي واي؟ اذا اكس تساوي مش هسه انا لو عملت المعادله لدلاله اكس ولا سويت الاشي بدلاله واي راح يطلع نفس الاشي؟ تمام، هون نفس الاشي ال ان اي او اتش، يعني لما اشتغل على ال ان اي او اتش كاني مشتغله على الاسيد، لانه عدد مولاتهم متساويات وهم متفاعلين بنسبه 1 الى 1. فاول اشي شو راح احكي؟ اول شيء راح احكي اللي هو المولات زي ما تعودت. كيف بدي اروح اجيب اللي هو بالبدايه كيف بدي اصلا اروح اجيب اللي هو عدد مولات اللي هو الاسيد؟ عن طريق ايش؟ عن طريق اللي هو المولاريه للفوليوم، سوري المولاريه للان اي او اتش، بقول 5 ضرب فوليوم الان اي او اتش معطيني اياه، لا بحكي ضرب فوليوم ايش؟ ضرب فوليوم الان اي او اتش. هسه لو نركز شوية، مش 0.05 ضرب فوليوم الـ NaOH هاي عدد مولات، وإحنا حكينا إنه عدد مولات الـ NaOH يساوي عدد مولات السالسليك أسيد، فإنه هون هاي عدد مولات. هسه كيف بدي أروح أجيب كتلة الأسيد؟ مش كنا نروح نضرب اللي هو عدد مولات السالسليك أسيد اللي هي تساوي عدد مولات الـ NaOH، كنا نروح نضربها اللي هي الكتلة المولية حتى يطلع عندي اللي هو كتلة الأسيد ضرب إيش؟ ضرب هي طبعا هو معطيني اياها كتله السالسليك اسيد اللي هو 138 على ايش؟ على كتله الاسيد اللي هو ويت، سوري كتله السامبل ويت اوف سامبل، وتساوي هسه طبعا الفوليوم لاني اوش انه مش معطيني اياها، فبتروح اللي هي طبعا هنا في عندي ضرب 100%. تمام هسه هون في عندي اشياء بروحن مع اشياء. ليش؟ لانه هون الطرف هذا يساوي الطرف هذا، هسه هون هي الفوليوم والان اي او اتش راح تروح مع الفوليوم والان اي او اتش. هسه هاي ال100% اللي موجوده عندي، احنا لو نيجي اللي هو احنا لو نيجي طبعا هون في عندي كان 100% لانه احنا زي ما بنعرف اللي هي بيورتي 100%. هسه هون ال100 هاي راح تروح مع ال100 هاي كمان، وكمان اللي هو هسه البوينت 0.5 مش اللي هي لو نجي احنا نضربها اللي هو بمية قديش راح تطلع موجودة عندي؟ يعني كأنهن هذول هيك راح يروحن مع المية، والخمسة هاي راح تروح ايش؟ والخمسة هاي راح تروح مع الخمسة هاي. وشو بضل عندي؟ بضل عندي اللي هو بضل عندي 138 على weight of sample. هسا لو اخلي weight of sample هون بتطلع اللي هي ايش؟ طبعا اللي هي يعني اعمل ضرب تبادلي بتصير اللي هي weight of sample هون بتطلع weight سامبل تساوي 138 اللي هو طبعا ايش؟ ملي جرام. ليش ملي جرام؟ لاني انا طلعت بالملي مول وخليت ايش الفوليوم هذا، يعني احنا اعتبرناه عندي ايش؟
اعتبرناه اللي هو عندي بالملي بالملي ليتر، فطلعت اللي هو بالملي مول، فالكتله راح تكون اللي هي بالملي جرام. اصلا هو بالسؤال شو بيحكي لي؟ بيحكي لي هو تايمز ذا ملي ليتر. بما انه عندي ملي ليتر فراح يكون عندي ايش؟ فراح تكون عندي ملي مول، وبالتالي اللي هي ملي جرام. فين عيد فكره السؤال على السريع؟ فكرته كتير سهله بس لازم نكون فهمانين الطريقه كثير منيحه. اول شيء شو بيحكي لي؟ بيحكي لي هو صالسيليك اسيد كتلته الموليه 138 جرام لكل مول، ومعطيني مولارية للـ NaOH اللي هي 5%، ومعطيني بيوريتي أوف أسيد تمام اللي هي 5 فوليوم NaOH. طبعا هنا اللي هو الفوليوم كان بالملي ليتر، حتى هيك طلعنا بالملي مول ومنتمه بالملي جرام. بيحكي لي ويت أوف سامبل. أول إشي شو حكيت؟ حكيت مش إنه الأسيد الصالسيليك أسيد راح يتفاعل بنسبة 1:1 مع الـ NaOH، يعني عدد مولات الـ NaOH نفسها عدد مولات إيش؟ الصالسيليك أسيد. هذا هو شو طالبني؟ حكي لي معطيني معلومة البيوريتي أوف أسيد. انا بقول اول شيء البيوريتي اوف اسيد هاي الموجوده عندي، بكتب اول شيء قانونها تساوي ماس اوف صالسيليك اسيد لانه هو بيوريتي اوف اسيد على ماس اوف سامبل هاي المجهوله. هسه هون زي ما حكيت لكم اللي هو الان اي او اتش والاسيد عدد مولاته متساوي، يعني زي اكس تساوي واي، فلو استخدمت واي ولو استخدمت اكس فراح يكون نفس الشيء. فاجيت هون رحت قلت اللي هو 5 فوليوم الان اي او اتش اللي هو 100%، لانه البيوريتي لما طلعناها بالاخير البيوريتي بتطلع ب 100%، زي السؤال اللي حليناه سابقا اللي هو ايش؟ اللي هو لما اطلع بيوريتي بتطلع اللي هي ب 100%، فهون 100%. فهون اول شيء رحت جبت اللي هو عشان اطلع طبعا عدد مولات الان اي او اتش اللي هو يساوي عدد مولات الصالسيليك اسيد، قلت اللي هو المولاريه ضرب الفوليوم الان اي او اتش مش معطيني اياه. فهنا هون لما هيك طلعت هاي طلعت ايش؟ طلعت عدد مولات الان اي او اتش ونفسها عدد مولات الصالسيليك اسيد، وضربت بايش؟ ضربت بالكتله الموليه حتى احصل على عدد مولات، طبعا ضرب 100% على ويت اوف سامبل. طبعا صارت في اشياء مجاهيل تروح مع مجاهيل. هسه فوليوم ان او اتش اصلا انا مش عارفتها، فراح تروح مع الفوليوم اوف ان او اتش. ال100 راح تروح مع ال100 هاي، وهون اللي هي 5% ضرب 100 راح تصير ايش؟ راح تصير اللي هي 5، والخمسة هاي بتروح مع الخمسة هاي، بعمل اللي هو ضرب بتاعت اللي بتصير اللي هي ويت اوف سامبل تساوي ايش؟ تساوي اللي هي بس ضلت عندي هاي 138 اللي هو ملي جرام. طبعا ليش اللي هي عملتها بالملي جرام؟ لانه عندي ايش؟ لانه عندي الملي مول، وخليت من الاصل بالملي لتر طلعت عندي بالملي جرام. تمام.